عايش بيتش قوي. زمالك بالنسبة لنا مع احترامنا لكل الرموز ولكل الناس اللي موجودة أهم من أي حد، بالظبط أهم من أي بالظبط. شخص أنا يعني. بس بمناسبة الحتة دي، أنا يعني في ليا طلب صغير كده لمجلس الإدارة. احنا من زمان او في العصر الحديث في الفترة الأخيرة ما شفناش توافق على مجلس إدارة زي اللي موجود دلوقتي، سواء صحيح. في المدرجات او الجمعية العمومية، وحط تحت دي 100,000 خط. صحيح. فما حصلتش من فترة كبيرة. جمهور نادي الزمالك كله في ظهر المجلس وبيسانده تحت اي، بص لو هنروح فين كلنا معاهم. جميل. في سبيل ان هم يتمسكوا بقراراتهم ونفضل مكملين. بص لو قرروا نادي الزمالك مش ينزل درجة 4، ينزل درجة 50، احنا مع نادي الزمالك وهنفضل طول عمرنا مع نادي الزمالك. فالطلب او الرجاء يعني بالنسبه لي كواحد من جمهور نادي الزمالك بعيدا عن اي حاجه تانية، ان احنا نكمل في طلباتنا اللي هي حقنا، وجمهور كله في ظهركم، ما تقلقوش من اي حاجه.